been seeking for the glory. Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. اهلا وسهلا فيكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. تروحين باقي بدري، الساعة 5 الفجر، يعني شوفوا حتى الشمس باقي ما شدت. اليوم باذن الله قلت بارتب الكورنر كوفي معكم. شوفوا للامانة انه صاير من حاس اليومين اللي راحت، عارفين لي اسوي قهوة واطلع، اسوي قهوة واطلع. امس في الليل قبل ما انام سويت لي قهوة، شوفوا القرفة مكبوبة والدنيا محوسة، فراح اسوي له تنظيف عميق للكورنر كوفي كامل وللغرفة هذه اللي انا دايما اجلس اتفرج على التلفزيون اقضي وقتي فيها. وانا بنظفها بشوف ايش في نواقص، مثلا فانيليا ولا قهوة. شوف الكبسولات اصلا خلاص قاعد تحتضر، هذه اخر شيء عندي، يعني الدولاب تحت ما فيه ولا كبسولات. وبعد بغسل اكوابي حقت القهوه، في اكواب ممكن يمر شهر ما استخدمها، فتره طويله ما استخدمها، فراح اخذها كلها احطها في الغساله خليها تتغسل. ويلا نبدا تنظيف وترتيب. بس قبل كل شيء بنات، اللي ما اشترك اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات. بنات تكفون وصلوني 100,000 بسرعه، مره متحمسه لحفله 100,000. فيلا شدوا حيلكم ويلا توكلنا على الله. يلا بنات نبدا، مره حماس. هذا غطاء علبة الفانيليا، بس ما ادري وين راحت العلبة. شوفوا جبت سطل، شوفوا هذا هو الوردي، وبديت احط اكوابي. شوفوا مثلا الكوب هذا مش كثير استخدمه، صار مره مغبر، بس يجنن اذا بسوي شات او كذا، حتى شكله يحمس. هذه الحليبات اللي اجيبها بالعاده. دقيقه اقربكم شوي احسكم ابعاد. أحيان أصحى ما فيني يعني أسوي روتيني الصباحي وكذا، وما فيني إني أنزل أجيب حليب. هذه حقة القهوة البودرة وكذا. أصلاً يبيلهم فرز، في أشياء أحس إنه ما لها أشياء، عرفتوا قصدي؟ شوفوا هذا فضيته خلاص، بس شوفوا معايا الدولاب الثاني مليان أغراض. خل اقول لكم ليش احط لي دولاب زي كذا في الكورنر كوفي، لانه اذا صحيت من النوم سويت روتيني الصباحي وصحصحت، احس ما فيني، ماني مود اني انزل تحت، مش كل يوم اني انزل تحت واسوي لي فطور. يكون هنا مثلا خلاص عندي اشياء خفيفه، فيكون خلاص مثلا عندي العلب الصغيره حقت الكورنر فليكس، العلبه اللي استخدام واحد اللي مره صغار، وعندي حليبي هنا وكل شيء هنا، فخلاص اسوي فطوري واجلس عند التلفزيون. I'm in the spotlight, not until midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights.
البنات الحين بجلس اكتب الطلبات. شوفوا في واحدة اليوم كتبت لي قالت لي زهرة شك تسوي لنا جولة في مكتبك، ما ادري ايش قصدها، مكتبي اللي في البيت ولا اللي في الدوام مش عارفة. المهم اختصرها لكم بنات، اكره اني اجلس على المكاتب، في دوامي اضطر اني اجلس على المكتب ساعات طويلة، وشي هذا بالنسبة لي مرة ممل. انا ما احب جلسة المكاتب، ما احب اجلس في مكان واحد، ممكن تلاقوني قاعدة هنا ساعتين ثلاث ساعات بعد كذا اشتغل على الارض، يعني كذا مرة منهمكة، شوي تلاقوني رحت على الكنبة هناك كمل شغلي، شوي ممكن رحت على السرير، احب كذا اغير مكان، ما احب اني اجلس جلسة واحدة وبس. يعني مش كثير صراحة مهتمة بجلسات المكاتب، مش مرة احبها. فخلوني الحين اكتب الطلبات. اول شيء بجيب كبسولات قهوة، راح اخذ من شركة ستاربكس، راح اخذ فيرونا، وراح اخذ ايش اسمها، هلا تمام، وكبسولات كولومبيا. احب فيرونا 10 تكون اقوى، احبها لبغت قهوه قويه، واخذ كولومبيا اظنها 6 تحميصها، يعني حلو 6. وراح اخذ ديكاف من اي نوع عادي تمام، يعني 3 انواع قهوه باخذ. هاخذ شاهي دلمة، في واحده كتبت لي مره كنت قايله شاهي استغربت، قالت لي شاهي كيف شاهي اسمه شاي، حنا اوكي في السعوديه نسميه شاهي، ما ادري كل البيوت يسمونه شاهي ولا لا، بس حنا بيتنا نسميه شاهي، متعودين نقول شاهي، فاوكي شاهي احسهم قريبين من بعض. تمام، فراح اخذ شاهي دلمة، راح اخذ بريكفاست، وراح اخذ إيرل غراي، اتوقع انه كذا انكتب، المهم انا اللي بقراها. اوكي ايش ابي بعد، ابي ممكن اجيب ظروف قهوه، مش لي بس كذا احطها في المطبخ تحت، ظروف قهوه. ايش ابي بعد، ابي اتذكر اغراض، واجيب بعد حليب طويل الأجل. ما أحب أكتب في الأقلام اللي كذا مرة نحيفة، بس ما لقيت اللي هي، وقصير الأجل شركتين بأخذهم من نادك. وراح أخذ بسكوت كذا شاي يكون في الكورنر كوفي، ويكون بعد أحطه تحت. أتوقع هذه أهم الأشياء اللي أبيها. ممكن أخذ تارت، فيني أخذ تارت لأني بروح الدانوب الحين، وبس على بال ما الدنيا كذا تجهز تترتب بروح انا الحين الدانوب اجيب الاغراض هذه اللي ابيها، وانا اجهز لو تذكرت شيء راح اضيفه للطلبات. يلا توكلنا على الله. خلاص انا صرت جاهزه، وحبيت اوريكم تكرمون الشوز اللي راح البسها اليوم. الشوز هذه اخذتها من شيئين من كوكو، مره مريحه مش طبيعيه، جدا مريحه كانكم مش لابسين، لونها مرة حلو، بما أن عباياتي أنا كلها أسود في أسود، في أي شيء صراحة يطلع حلو معها. وهذا النقاب وهذه الغطاء. كثير بنات سألوني عن نقابي من بلاك روز، عادي ألبس من كذا محل مش بس محل واحد، تلاقوني ألبس من بلاك روز أو شادر، أنوع مش محل واحد، بدون اسم مش كثير صراحة ألبس من عندهم، مدري قصة نقاباتهم ما تناسبني. وبس يلا أجهز ونمشي. طبعا من كوتش، بس خلني أسكرها الشنطة هذه، أحب ألبسها يومية، مرة مريحة، تروني مرة مالياتها أغراض يعني فهمتوا، بس شوفوا مش باين عليها. وطبعا تحت العباية ألبس القطعة اللي تكون، لأن هذه مفتوحة ما أحب كذا تكون مفتوحة، أحس إني ما أخذ راحتي، فألبس القطعة اللي تكون نفس العباية بس من غير أكمام. شوف شكلها جدا مريح وساتر، وتدو كذا تأخذ راحتكم. في الله تأكل البنانيات قبل ما يطلعون، بدي فرجيكم الأوتفيت تبعولي. هذه عباتي، هذه أنا زهرة، هذه شنطتي. في الله مرة حماس. راح اخذ مفتاح، لان هذا مفتاح البيت بعد. الله توكلنا على الله. خلونا كذا نروح السيارة، ترى والله غبار عندنا، عندنا موسم غبار فظيع فظيع فظيع، لا تحسبون انه انا ما انظفها، لا والله شيء فظيع، وما ادري كيف قاعد يدخلها الغبار اصلا، ما ادري كيف قاعد يدخلها. بسم الله. رايحه
رايحه الدنوب الحين يا بنات على السريع بجيب الاغراض اللي كتبتها معكم، اشياء كلها للكورنر كوفي، ما في اشياء كثيره يعني ناقصه. شوفوا القهوه كورنر كوفي لازم بسكوت، وشوفوا ممرز عليه خصم صاير 9، خصمه مش كبير مره بس راح اخذ علبتين. الحين بروح على قسم الكبسولات القهوة والنسكافيه والأشياء هذه. في الله هنا قسم القهوة، صراحة أكثر قهوتين أنصحكم فيها هذه كولومبيا إذا تبون تشربون شيء خفيف، تحميصها 6، وفيرونا إذا تبون تشربون قهوة كذا مزاج وطعمها مرة واضح جدا حلوة. آخر من هذه بعد كولومبيا. أبي أخذ نوع يكون ديكاف عشان في الليل إذا صرت يعني شربت كمية قهوة كبيرة راح أخذ واحدة بس، مش دائما أشرب ديكاف، بس إذا شربت في اليوم كوبين أو ثلاثة أقرر إنه لا خلاص كفي. تعالوا عند شاي دلمة. هذا النوع اللي أحبه البريكفاست، اللي ما شربوا للحين ايش تنتظر، ترى مره يجنن مره حلو. راح اخذ 2 والايرل جراي راح اخذ منها بعد 2، خل ادورها بس شكلها مره فوق، بخلي عامل يجيب لي اخر الدنيا فوق، خلي عامل يطلع لي 2. شوفوا قهوة دانكن عليها عرض كانت ب62 صارت 49 ريال، هذا شكلها بالبندق، هذه ديكاف. كثير بنات كتبوا لي انه ما يدرون انه ديكاف يتوفر في السوبر ماركت، اي قهوة شركتها حلوة لازم توفر ديكاف، بعض الشركات ما توفر ديكاف بس الاغلب لا يوفرون ديكاف. ديكاف من اللي المفروض يشربوا، اللي مثلا عنده ضغط عنده ما يتحمل، في بعض الناس اول ما يشربون قهوه يصدعون او ايدهم ترجف، او شربتي اكواب كثيره في اليوم فما عاد تبين تشربين بعد زياده. شوفوا مثلا حتى هنا، شوفوا الجولد العادي هذا، شوفوا الجولد الديكاف هذا، سعرهم نفس الشيء ما في فرق، يمكن 4 ريال فرق كذا. هنا كبسولات ستاربكس بعد بس الشركات مكاين ثانية، توقع الدولتشي وهالسواليف. في ظروف بيجيب منها حقة المشروبات الباردة، بس مدري هي هنا ولا الجهات الثانية، شكلها من ورا. بس كذا ببدأ أتسوق بسرعة 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 وأروح أحاسب، لأنه ما أبغى أضيع وقت ورايا شغل في البيت، يعني المواعين حطيتها في الغسالة وبعد ركبت ملابس وغرفة الكوفي مرة محيوسة، فلازم بسرعة أرجع بشوف إيش في أشياء أتحمس كذا أخذها وأرجع لكم. في الله أشوفكم في البيت. يلا يا بنات توني رجعت من الدنوب، خذيت شاور، ترى الجو مره كان برا حر ما كان ينفع اني اجي واكمل كذا. المهم الحين ببدا اوزع الكبسولات، في اشياء خذيتها المطبخ يعني قهوه واشياء كذا بس المطبخ تحت تركتها، جبت الاشياء اللي تخص الكورنر كوفي اللي هنا بس، فراح اجمع هذول جنب بعض. شوفوا هذا
شوفوا هذا اللي دائما اخذها وريتكم اياها، هذا هي دي رونا مره حلوه، درتهم الحين كولومبيا. هذه خذيت منها ثنتين وهذه ثنتين، واخذت بعد نوع هذا، اخذت نوع هذا الديكاف، هذا خذيت منه حبه. يلا خلينا نرتبها مع بعض. خلاص خليت واحدة كولومبيا وبحط هنا فيرونا، بس ما بي هذه حسة قاعد تخرب الشكل والألوان. كذا خلصنا الكبسولات، صار شكلهم مرة حلوين. هذه بحطها في علبة عندي الكبسولات، دقيقة أجيبها بحط فيها الكبسولات اللي زايدة. الكبسولات الزايدة بحطها هنا في الكوب القزاز هذا. الحين جاء دور علبة الشاهي هذه اللي كذا نظفته، ما ادري صورت معكم ولا لا، بس اعطيته كذا تنظيفه من برا. خل اوريكم شكله من داخل، ايش نوعيه اللي فيه. اللي فيه اللي فوق شاي المورينجا من باجا، واللي تحت اتوقع خوخ بعد من باجا، وهذا دلمة، هذا الايرل جراي اللي احبه، هذا احبه قلت لكم في العصر. جبت منه علبتين من هذا وعلبتين من هذا. الحين نبدأ نرتبها مع بعض. نازلة تحت أجيب الأكواب اللي غسلتها. يلا طبعاً هذه خلصت خلاص، كل شيء نغسل ساير ما شاء الله يلمع ويحمس. شوف الأكواب كيف مرة تحمس، والصحون صارت جداً نظيفة. خلاص ببدأ أشيلها. شو بنات، بسم الله ما راح أخذ كل الأكواب هذه، بسوي لها جردة الحين، ما حسني أتحملهم كثيرين مرة، كميتهم كبيرة. بشوف الأشياء اللي بتكررها، ما أدري يمكن أسوي giveaway لأهلي، أقول لهم تعالوا خذوا لكم أكواب لأنه مرة كميتها كبيرة. وبس ترى صوت الغسالة باقي مستمر أغسل. اليوم قلت بخلص كل الأشياء اللي تحتاج غسيل، يلا نطلعها بسرعة سريع. البنات اللي ما أبيهم بديت أحطهم خلاص في مطبخ دولاب، فخليهم هنا. أشكالهم ترى مرة كيوت بس جدا كثيرة، وعادي هي في المطبخ يعني لو بغيت أستخدمها استخدمتها، وفي اشياء لا بخليها صراحه ابيها. بس كذا خففت ترى مره خففت. شوفوا الطقم هذا حطيته في الدولاب هذا، حسيته هنا افضل له يعني، فوق سوى لي شويه زحمه. الطقم هذا للوقت اللي بتسوي لي تي تايم، جايبت لي تارت او تشيز كيك واسوي عليه شاهي، ما ادري حطيته هنا مؤقت. ان حسيته اوكي، ان حسيته مره بعيد عني ممكن ارجع اخذ مثلا القطعه هذه، اخذ الكوب، بس مبدئيا بخليه هنا. احس شكله صار ارتب وكذا اريح، فيلا. وبس والله كذا يا بنات كورنر الكوفي زي ما انتم شايفين صار يلقلق، نظفته تنظيف عميق. شوفوا للامانه هو من اول مو مره يعني دمران وسخان، لا بس كان ناقصه اشياء. تعرفون اذا مثلا سويتكم قهوه وطلعتوا بسرعه، تعرفون الجو ذا انه ممكن تنكب هنا شويه قرفه، هنا شويه في يحتاج تنظيف مره عميق. نظفت كل شيء، كل حاجه، الزرعات، كل شيء كل شيء نظفته. شوفوا كل شيء صاير مره يلمع.
حطيت لي اليوتيوبر اللي احبه، راح استمتع كذا بالرواق. اما الحين بسوي لي قهوه واستمتع بالنظافه والرواق وكذا اجلس اروق. والله يا بنات من كثر ما اني سعيده بالكورنر كوفي انه يلق، احس اني مستخسره اسوي لي قهوه. تصدقون ودي اسوي قهوه تحت في المطبخ، الماكينه اللي تحت، ولا اطلب لي قهوه. احس ودي افرح كذا اني اجلس كذا يلق. وترى غرفه النوم جدا نظيفه، شوفوا ما فيها ولا شيء. المفارش هذه بدلتها قبل شويه، يحتاج بس اني اوديها الغسيل. اقول لكم اليوم حمله غسيل الغرفه، قلت لكم انا ضفت فيها شيء مره نظيفه. ودوره المياه زي ما انتم شايفين تكرمون جدا نظيفه. في اليوم خلاص ما عاد عندي شغل، ما عاد عندي اي شغل اليوم غير اني استمتع كذا بالرواق وبالنظافه. في راح استخدم الحليب، هذا المقص لازم يكون جنب الحليب عشان ما اعرف افتحه، حتى لو فتحته كذا باسناني يصير ينقط كذا، فهمتوا؟ يدمر ملابسي، يدمر الدنيا. فاحسن شيء خلوه مقص جنبه. ويلا حطيت شويه فانيليا تحت، وبحط الحين كراميل على الحواف. شايفين الجمال؟ يحمس المشروب هذا. ما تحتاجون تاكلوا معه بسكوت ولا كاكاو ولا اي شيء. الكبسوله اللي راح استخدمها فيرونا، بسم الله. ترى اكثر شخص يطيح انا، كل شيء امسكه لازم اطيح، اذا ما طاح ما خلاص مش انا زهره. زينته بالكراميل بس طلع ما يصور، وانا كنت افكر انه جالس يصور. يلا الحين راح اجيب البخور واشغل الشمعات وكذا اسوي اجواء لطافه. يلا شوفوا شبيت بخور وجمر وقاعده ابخر، شغلت هنا الشمعه كذا الدنيا تصير مره رايقه. كمل يومنا النظيف اللطيف، بخليها هنا في الغرفه ما بوديها عند الكورنر كوفي، بس بمررها مراره كذا بس كذا، بخليه هنا عشان ما يكتمني وانا جالسه هناك. اخذ الولاعه ونشغل بقيه الشموع. وبس والله يا بنات كذا وصلت نهايه الفيديو، ان شاء الله يا ربي انبسطتوا واستمتعتوا. انا عن نفسي مره مبسوطه اني انجزت ونظفت الكورنر كوفي. في اماكن في البيت انتم تستخدمونها يوميا وتعطونها تنظيفات خفيفة، يعني تشربون قهوة، تغسلون كوب، تمسحون لو في شيء انكب، فهمتوا؟ على الكورنر كوفي يعني تنظيف بسيط، هذا تنظيف بسيط. ويوم يوم بعدين تحسون انه لا الدنيا صايرة كذا نظيفة بس ما فيها لمعة، ما فيها كذا الشعور هذا. فحبيت اليوم كذا انظف الكورنر كوفي معكم واجيب رواكسه واشارك معكم الفيديو كامل. ان شاء الله يا رب انبسطتوا. انا مره مبسوطه الحين واحس كذا باسترخاء، وجسمي يحس كذا بشعور غريب بعد التنظيف. المهم بجلس اتابع اليوتيوبر اللي احبهم واستمتع بوقتي، وانتم بعد اسوي لكم كوب قهوه واستمتعوا بوقتكم. واذا عندكم اشغال كذا مأجلينها لا شدوا حيلكم يلا روحوا خلصوها. ولا تنسون حطوا لايك واشتركوا في القناه، والفيديوهات الجايه راح تكون كثير حماس، انتظروها وفعلوا جرس التنبيهات. اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله، مع السلامه.